أنا بديت الرسم من كان عمري 10 سنوات، يعني من بداية النزوح. يعني أنا بالنزوح يعني حبيت أرسم عن النزوح اللي إحنا يعني نزحنا فيه، حبيت أرسم واقعنا يعني كيف النزوح صار. مرات يعني لما ما يتوفر معي حق الوان، يعني ابوي مرات يجي يعني ما يتوفر عنده حق الوان، فشنو يعني بجيب، انا بجيب طباشير بطحن وبعمل الوان. يعني كمامات جاهزات فبرسم عليهم بعد ما بعقم ايدي، بعقم الكمامات، بعقم الادوات تبعي. فانا يعني برسم على الكمامات، يعني شال الاطفال بيضلوا يحبوا الكمامة يعني ويضلوا لابسينها وما بيخافوا منها. فأنا بحلمي إني بكون يعني رسام، بدخل يعني مدرسة فنون جميلة، وكمان إنه حلمي إني برجع على قريتي. طبعا أنا بحب إنه هذا الشيء يعني ينعرض بمعارض، يعني إذا ما كان في سوريا فبيكون يعني في غير دولي.